غالبا ما يستيقظ المصابون بالألم العضلي الليفي وهم يشعرون بالتعب الشديد على الرغم من أنه يبدو ظاهريا. فهم آلية حدوث التليف العضلي يعطي مفهوم لتجنب الأعراض المصاحبة للألم. نقطة الزناد أو تريجر بوينت هو نقطة تشنج في أنسجة العضلة ويبدو كنقطة انتفاخ في الظهر، والضغط على هذه النقطة مؤلم جدا. نقطة الزناد يمكن أن تحدث في أي عضلة في الجسم عادما تكون في جانبي الجسم بالتساوي. نقطة الزناد تضعف العضلة وتجعلها مشدودة وتمنع الكتف في حالة الأبهر من الحركة بحرية. يمكن الشعور بألم نقطة الزناد بمنطقة مختلفة عن نقطة تكونها، ويسمى هذا الألم بالألم المنقول أو referred pain، وهذا يجعل تشخيص المرض أصعب. الألم المنقول يتحدد بمناطق معينة تبعاً للعضلة التي يتكون فيها نقطة الزناد. هذه الآلام تسبب الاكتئاب وقلة النوم. دعونا نرى صورة مقربة عن نقطة الزناد. نقطة الزناد تشكل على جانبيها وتري عضلة مشدودين، ويمكن الإحساس بانتفاخ نقطة الزناد بالإصبع حيث أنها سطحية. إذا قربنا الصورة بشكل أكبر سنرى النسيج العضلي. النسيج العضلي مصنوع من وحدات عضلية تسمى ساركوميرز. هذه الوحدات العضلية تتقلص وترتخي لتشكل انقباض العضلة ومن ثم الحركة. الإفراط في تحفيز الوحدات العضلية يمنع من استرخاء بعض الأنسجة وتشكل عقداً منتفخة في النسيج، ويتسبب هذا بشد طرفي النسيج حول العقدة. تشكل عدة عقد في الأنسجة المجاورة هو ما يسمى بنقطة الزناد. الجزء المشدود على طرفي نقطة الزناد يسبب ألماً حاد. تشنج الوحدات العضلية يمنع من دخول الدم المؤكسج للمنطقة، والنتيجة هي فقر الأكسجين وتراكم نفايات الأيض، وهو ما يسبب متلازمة الألم العضلي الليفي التي تحد من حركة الكتف، حيث أن الدماغ يقلل من استخدام هذه العضلة وبالتالي حد أكبر من الحركة وضمور العضلة، وبالتالي تشتد حدتها وتتفاقم مع الوقت. نقطة الزناد لا تشفى من دون تدخل علاجي، والعلاج الأمثل لهذه الحالة هو مساج عميق للمنطقة. يمكن عمل هذا المساج بدون مساعدة الآخرين باستخدام كرة مطاطية على الجدار تغطي نقطة الزناد بالكامل. تحرك هذه الكرة لتعطي مساج للمنطقة. استخدمها لمدة دقيقتين لأكثر من 10 مرات في اليوم. تحريك هذه الكرة على نقطة الزناد يقوم بإخراج مخلفات الأيض وإدخال دم مؤكسج للمنطقة الذي يساعد بفك تشنج الوحدات العضلية وإعادة تأهيلها. قد تأخذ العملية عدة أيام وأحياناً عدة أسابيع لشفاء العضلة تماماً. التمارين الرياضية بشكل مستمر يمنع من تشكل نقاط الزناد المتكرر. عندما تشفى العضلة من نقطة الزناد تختفي الآلام المصاحبة للمرض.